بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية عاجلة لتركيا وسوريا لمجابهة أثار الزلزال. هذا وأقلعت 5 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم أبناء شعبي تركيا وسوريا في محنتهم ومساعدتهم في تخفيف آثار الزلزال المدمر الواقع بالدولتين، والذي أدى إلى حدوث آثار تدمير كبيرة بالإضافة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين. أقلعت 5 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء البلدين لمساعدتهم في تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر. هذا وأعرب المسؤولون بالدولتين عن تقديرهم للجهود المصرية. Assistance from Egypt and what can I say? It's a moment to remember for quite a long time. We deeply appreciate it. Thank you so much. دعم الأشقاء وعلى رأسهم جمهورية مصر العربية والأصدقاء. الحقيقة نستطيع أن نكون أقوى في معالجة تداعيات هذه الحادثة المدمرة والأليمة. نأمل دائما أن نكون إلى جانب بعضنا البعض، وهذا هو رهاننا وأملنا في المستقبل. ويعد الدعم المصري المقدم للجانبين التركي والسوري تأكيدا على أهمية الدعم الإنساني لمجابهة حوادث الظواهر الطبيعية، بما يسهم في دعم علاقات الترابط والتآخي بين الشعوب لتجاوز المحنة.